السلام عليكم مشاهدينا الكرام، معكم وصفات ام سلمى. نتمنى تشاهدوا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الحلوه ديال العيد. العيد ان شاء الله قرب وغادي نشارك معكم جميع الحلويات اللي غادي ندير، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحلوه ديال الهلال بكاوكاو، كتجي هشيشه وكتذوب في الفم بمقادير جد مضبوطه. نتمنى تشاهدوا الفيديو للاخير، ودابا ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. كنحتاجوا مشاهدينا الكرام في الحلوه ديال الهلال. عندي هنا نص كيلو ديال كاوكاو حمرناه في الفران وطحناه، حنا القشور ديالو طحناه بهذه الطريقه يكون مطحون مزيان. عندي كاس ونص ديال الزيت، زيت نباتيه، وعندي كاس ونص ديال السكر كلاصي. اللي ما عندوش سكر كلاصي بغى يدير سكر سنيده غير يطحنوا، ملي بغى يطحن كاوكاو يطحنوا معاه، ملي يدير كاس ونص ديال سكر سكر سنيده يطحنوا مع الكاوكاو. صافي، عندي رابعه ديال الزبده، عندي مارغارين 250 غرام، وقبيصه ديال الملح. صافي، دقيق باش نجمعوا العجين على حسب الخليط. وبالنسبه للتزيين غنحتاجوا الشوكولاته والكوك. حتى من بعد ان شاء الله بعد ما توجد الحلوه عاد نجيبوا المقادير ديال التزيين. صافي مشاهدينا الكرام، بعد ما كنجيب واحد الكاس غنشغلوا عليها، كنضيفوا الزبده. كما قلت لكم عندنا رابعه ديال الزبده، كنضيفوا لها سكر كلاصي باش نخدموها معها باش تطلق، والزيت كما قلت لكم كاسونس. صافي، بعد ما خلطنا الزبده مع السكر مع الزيت ولا على شكل كريمي، غادي نضيفوا دابا الملح، ديك القباسه ديال الملح. صافي، ونجمعوا بالكاوكاو. كما قلت لكم عندنا نص كيلو ديال الكاوكاو. صافي مشاهدينا، بعد ما خلطنا كاوكاو مع المقادير غنضيفوا دابا الدقيق شويه بشويه تدريجيا. ما تحاولوش ديروا الدقيق في مره واحده، يعني تشوفوا القوام ديال الحلوه. هاد الحلوه راك ما لاحظتش ما فيهاش الخمارات، يعني ما عنديش فيها الخمارات. صافي مشاهدينا الكرام، بعد ما جبنا العجينه هذا هو القوام ديالها كما شفتوا معايا. بالنسبه للدقيق انا درت تقريبا كيلو لا روب، ولكن نتوما على حسب كل واحد والدقيق اللي عنده، يعني ديروا الدقيق وشوفوا تجمع لكم بهذا الشكل كما شفتوا. صافي، دابا غادي نشكلوا على شكل كويرات. شوف العجينه راه كتجمع، يعني ماشي كتفرتت. صافي، غادي نديرها على شكل كويرات ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا تتمه ديال الوصفه. صافي مشاهدينا الكرام، دابا كنديروا شويه ديال الدقيق باش نشكلوا الشكل اللي بغينا ديال الحلوه. صافي، اللي بغى يدير المدله كيديروها، انا عندي غير الايد ديالي. صافي مشاهدينا، بعد ما قرصناها كما قلت لكم اللي بغى يدير المدلك يدير المدلك. انا جبت هذا المطبع، هذا عندي كيجي الديكور مشنف، اللي بغى يدير الكاس يدير الكاس. صافي، تنغطسوه في الدقيق. صافي، وكنبداو نشكلوا شكل هلال. كتجي هاد التشنافة كامل الجناب، كيجي الديكور ديالهم زوين كيما شفتو. هدا هو الشكل ديالهم. صافي، غنسامر بحال ما كنشاهدين الكرام. بعد ما نكمل هاد الكمية اللي عندي غندخلوها للفران،
بالنسبه لعندو الفران ديال الدار، انا عندي الفران ديال الزنقه. اللي بغى يطيب الفران ديال الدار غادي يدير ريشه العافيه لتحت، تكون العافيه متوسطه، غير تحمر شويه من التحت صافون، ونشعل من الفوق. الفوق ما تحمرش بزاف حيت غير ياخذ داك اللون ذهبي. مازال غنزوقوهم ان شاء الله بالشوكولاطه والكوك، ونطلقوا ان شاء الله بعد ما طيب الحلوه ديالنا. هذا هو شكل الحلوه مشاهدينا الكرام بعد ما طابت، كتجي بحال ما كان اللون ديالها مذهب، كتجي بحال ما كطيبه. هذا هو اللون ديالها كيف ما كتشوفوا، التشنيف كيجي عطيها ديكور زوين. صافي مشاهدينا الكرام، بالنسبه للفينيسيون ديالها او الزواق ديالها، عندي هنا الشوكولات ذوبته في حمام ماء مع شويه ديال الزيت، وعندي هنا الكوك جوز الهند. صافي ناخذ شويه ديال الشوكولات ندهن به الوجه ديال الحلوه. واللي بغى يدير الكونفيتير ممكن يدير الكونفيتير على حسب الاختيار ديالكم. صافي تنديروا ليه الكوك، وكنحطوها في شي طاوه ولا تتنشف، عاد نستفوها في الصقل او البواطه اللي بغيت ديروها فيها، يعني ما ديروهاش من الاول، ما تستفوهاش من الاول، ضروري تتنشف. صافي نوريكم واحده اخرى. صافي مشاهدينا الكرام، غنصور بهذه الطريقه، نكمل جميع الوحدات اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي مشاهدينا الكرام ديال الحلوه ديال الكاوكاو على شكل هلال. كانوا شي بنات طلبوا مني المقادير مضبوطين حيت كانوا كلاوها عندي وعجباتهم كتذوب في الفم، كانوا كتبوا لي كومونتير في الفيديو ديال غريبه البهله. راني دابا درتها لكم، شفتوا الطريقه وشفتوا المقادير ديالها مضبوطين، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله غادي نزيد نقدم لكم حلويات اخرين ديال العيد، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. وما تنساوش الناس الجداد تشتركوا معايا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بجديد الحلقات، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.